أغنية حبيبي كده لسلطان الطرب جورج وسوف، هنسمعها بصوت إلي بيتار من لبنان. حبيبي كده وهوى كده، ده اللي رضا عني كل الرضا. حبيبي حبيبي كده اللي رضا عني كل الرضا. حبيبي مع عيونه ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، بيسهرني بكلام جميل 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 يا ليل، بيحيرني بعيونه ليل يا ليل يا ليل يا ليل، بيسهرني بكلام جميل 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 يا ليل، بيحيرني. وجاني يوم قال لي بحبك مش هفرح اكتر من كده، ده حبيب وتوعدنا عالحنين، عشنا قصة حبنا والعيون متشوقين. قابلنا من سنة وتوعدنا عالحنين، عشنا قصة حبنا والعيون متشوقين. والليالي حلوة تقدر والعيون الفرحة تظهر، والعيون الفرحة تسهر. بس يا قلبي يا ريتو يقدر عالرموش نعساني، فعيونه ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، بيسهرني بكلام جميل 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 يا ليل، بيحيرني بعيونه ليل يا ليل يا ليل يا ليل، بيسهرني بكلام جميل 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 يا ليل، بيحيرني. وجاني يوم قال لي بحبك مش هفرح اكتر من كده، ده حبيب حبيبي كده وهواه كده، ده اللي رضاها عني كل الرضا. حبيبي برافو إلي. إلي الجمهور كله عم بيهيص لك ومبسوط فيك، إن شاء الله اللجنة كمان تكون انبسطت بأدائك لليلة. تفضلوا أساتذة. أربع أخضر لإلي لليلة. برافو إلي. أستاذ زياد، شو رأيك بإلي لليلة؟ أول شغلة اللي عجبني إنه اختيار الأغنية كانت كتير مناسبة لصوت إلي. دائما لازم تختار هيك أغاني لايقة، ولازم دائما تفكر إنه مش ضروري بس إنه إذا كسبنا تهييس الجمهور يعني أنت نجحت بالأغنية، فهمت كيف؟ يعني هن بيكونوا عم بيزقفوا للأغنية أساسا لأنه هي حلوة، وأنت بتكون عم بتفوت بالهيداك، عرفت كيف؟ فتاني شغلة إنه الجمل عجبني فيك إنه عم تعطيها مداها، عربك نظيفة، صوتك كان هيك رايق ومميز وهادي. برافو عليك، موفق حبيبي. إلي
انت الليله جيد، ما بقدر اقول الا غنيت بطريقتك المميزه، يعني مش مثل برافو، اعطيت حالك فيها الغنيه وكل شيء نظيف، وصوتك مش رح نحكي عنه المخملي، الجيد والقوي. شكرا وحبيب قلبي. إلي أنا فعلا بتفق مع الأستاذ زياد، الاختيار موفق جدا النهاردة، كنت بتختار حاجة حلوة قوي لصوتك، جميلة. وتاني حاجة أنا افتكرت على طول طبعا أول ما جورج بيغني الأغنية دي، هو بطبعه إيه في كل أغانيه، لحظة، في كل أغانيه يروح مديلك العربة اللي هو كأنه بيلسعك كده، بيضربك في إحساسك وبيصيبك. انت عملت كده النهاردة في الجمهور كله، ولذلك انت لمست احساسنا النهاردة وانت موفق. إلي الميزة هي شخصية الصوت، انا اشوف انت مميز، يعني غنيت الاغنية بشخصية صوتك، انت ما تقمصت شخصية المطرب، هذا واحد. اثنين، عدلت الحلقة اللي فاتت، يعني انا كنت خايف عليك من الحلقة اللي فاتت حقيقة، هذه المرة نورت البرنامج مرة ثانية. شكرا لكم، بنحب نحن طبعا الأستاذ زياد ورأيهم كتير بحب ومية مية، ما فيني زايد يعني، لكن بدي أقول شغلي، أنا حاسك أنك أنت حقا أنك فنان و فيك طموح قوي جواتك، وفيك علاقة مع الجمهور كتير مهمة، وانا شايفك من هلا ان شاء الله طريقك كثير حتكون سهله، الله يوفقك ان شاء الله. اكيد يا إلي غنيت حلو جدا النهارده. شكرا لكم.